أنا لا، أنا إذا ما كان بيتي نظيف ومرتب ما فيني أقعد فيه. يعني أحياناً بحس حالي في عندي وسواس قهري بالنظافة. كي حاجتك بقى، قد ما الوحدة فينا نظفت ورتبت إلا ما يضل البيت مكركب. حتى إذا ما تركت شي نص ساعة ورجعنا بقلب البيت فوقاني تحتاني. طبعاً، وهي أنا واللي بتساعدني بالبيت كل نهار بلاقينا عم نرقد ومع هيك ما عم نلحق، بضل البيت مكركب. أنتوا الحق عليكم، هي أنا بيتي بشهي. بتحداكم تحدي يا صبايا، إمتى ما حبيتوا تجوا لعندي ومن غير موعدها رح تلاقوا شو بيت بجنن، نظيف بلمع. لك أنا صدقتك، بس شو فيهم إلهم؟ شو قصدك؟ ولا شي. طيب حبيباتي تفضلوا معي على البيت لحتى تشوفوا بعينكم. تفضلوا خلصينا، ما في داعي. لا يا حبيبتي في داعي، تفضلوا قوموا شرفوا معي، تفضلوا. شو صليك؟ هادي بس لنطلب الحساب بعدين نروح وين ما بدك. هادي